عسلامة، مرحبا بالناس كل يوم. النجم الساحلي لعب كونتر الزمالك المصري في مصر في الذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك المصري يربح النجم الساحلي 1-0. اليوم لتوال والنجم الساحلي ضيعت برشا فرص ما عرفتش كيفاش تحطهم. المهاجمين نتاعها ما عرفوش كيفاش يحطوا الفرص هذوما. يمكن غياب كريم العريبي اثر، بما انه كريم العريبي في المده الاخيره قاعد يماركي كيف كيف. اليوم الزمالك يمكن غياب الفرجاني ساسي في وسط التيران، اللي فرجاني ساسي باللمسه الفنيه نتاعو اثر اليوم الغياب نتاعو. نعرفوا فرجاني ساسي باللمسه نتاعو، لمسه فنيه نتاعو، نجم يعطي باس ويعطي تمريره في اي لحظه ويجيبوا منها بونت. ونمشيو نشوفوا شنو صار في الماتش هذا اكثر بالديتاي بعد الانترو. في الشوط الاول كيف العاده شفنا النجم الساحلي محافظ على التكتيك نتاعو كالعاده. النجم الساحلي تلعب بالبلوك موخر بثلاثه في اللاكس، دوزيك سونتري دروا وغوش، تكتيك موخر وتلعب على الكونتر وتلعب على الهجمات السريعه وتحاول كل مره كيف العاده النجم الساحلي يضرب الكور في الظهر نتاع مدافعين نتاع الزمالك وكيك يخلق الخطر. بصراحه الميتون الاول سورتو هذا ذكرني بالنسبه لتوال بالطبيعه ذكرني بالماتش اللي عملته بالمباراه اللي عملتها كونتر الهلال السعودي في الكوب دراب، معناها في الكأس العربية الفينال. برشا ديسيبلين تكتيك في الوسط، جوارت متكتلة كل ما يفكوا كورة يعرفوا يتعاملوا بها الملاعبية متاع الاطوال ويلعبوا كما قلت على الهجمات السريعة. باش ينجح لك التكتيك هذا بالنسبة لي يزم عندك آليات متاع كونتر اتاك، يزم عندك أجنحة سريعين كيف كيف، يزم عندك جوار تبني عليه ان جوار دابوي. اليوم المهمة ذي قام بها الشيخاوي في الاطوال في النجم الساحلي، كان هو كل ما يصير الكونتر اتاك والهجمة السريعة هو اللي ياخذ كورة يوقفها يحطها تحت ساقه ويستنى اصحابه يطلعوا معه وكيكا يصير لون دو. دونك الشيخاوي كان هو يعطي في الكرة لصحابه جايين من تالي ومن بعد عاود يطلبها في الظهر والا الكرة تمشي الحازم حاجة احسن. اليوم قاد برشا قلق الزمالك في الدفاع نتاعها باللي كونتر اتاك هذوما. الزمالك زاد شدت، حاول تشد كرة في الميتون الاول، حاولت تبني، حاولت تعمل باسات القصار، قاد صعوبات كبيرة ياسر باش معناها تخترق الديفونس نتاع ليتوال اللي الديفونس متكتل على الاخر. الزمالك ايكيب تكنيك كما قلت اليوم غياب نتاع فرجاني ساسي نتصوروا كان مؤثر على الاخر. كهربا اليوم عدى ماتش كبير ومركب بونتو من اروع طراز. الملاعبيه نتاع الاطوال كانوا محافظين على التركيز نتاعهم ويلعبوا بالتكتيك اللي بداوا به الماتش حتى دقيقه 38 كونسنتراسيون توتال. لين جات دقيقه 38 وقت اللي الشيخاوي خذا كوره على اليمين ما عرفش يعمل كوفرتير نتاعو، يفكها له جوار نتاع الزمالك عمر يعمل روتريل كهربا وكهربا بونتو عالمي تير عالميه بالاكستيريور يمركي بها البونتو الاول للزمالك. بونتو كان بصراحه بعد خدمه كبيره ياسر بعد بريسينج من الزمالك. اليوم الزمالك تعم في بريسينج قوي ياسر، زاد اللي قلق شويه جوارات الاطوال كيف كيف. بعد هفوه هذه دي هفوه اخرى كان نجم يتمركى منها بونتو ثاني بعد ما اوباما خذا كوره وعمل تير كبيره برشا. الزمالك جابت فرص بصراحه في الميتون هذا جاوها دي دوزيام بال، كانوا فما سونتراجات من اليمين من اليسار، يمكن فما توغل من اليمين توغل من اليسار ترجع كوره دوزيام بال وكانوا قداش من مره كانوا نجم ماركيو منها جوارات الزمالك. الاطوال كما قلت اليوم لعب حتى دقيقة 38 مريقلة جوارات معناها مركزين حتى غاب الكونسنتراسيون في السبع دقائق الاخرى. وكي تغل كونتر الزمالك تقبل في اي وقت، الزمالك جمعيه وفريق كبير ما يلزمكش تغلط كونتر خاطر كي تغلط تخلص كاش. في الشوط الثاني بصراحه حسينا الاطوال حبت تمركي من 10 دقائق الاولى، الاطوال دخلت دخله كبيره عملت برشا فرص. الفرصه الاولى كانت من ركنيه بعد ما بوغطاس لعب بالراس وشويه لماركاها كيف كيف. الفرصه الثانيه وقت اللي صار كونتر اتاك حازم حاج حسن خذا كوره اليوم، حاج حسن عدى بارتي باهي خاصه في الكوره العاليه، خذا برشا الكوره العاليه على الدفاع نتاع الزمالك، خذا كوره يعطي في الظهر ياخذها المساكني ومساكني يرمي روحه ويمكن يضيع الفرصه. بون كانت بعيده عليه الكره هذه كيف كيف. تجيب بعد يمكن بعد ثلاثه ولا اربع دقائق خدمه كبيره ياسر من حازم حاجه حسن يعطيها لكيشيريدا، كيشيريدا يعمل سونتراج وبالراس المساكني يشوط كوره بالراس. وبصراحه الجول اليوم تالق نتاع الزمالك ينحي الكوره على الخط معناها التصدي من اروع طراز شفناه رفلاكس كبير ياسر. بصراحه الميتون هذا شفنا الزمالك الخطوره نتاعها نقص، الزمالك ما عادش تشد في كوره كما الميتون الاول يمكن خاطر ماركه بونتو الاول وتعرف الاطوال دخل بشراسه كبيره ياسر. الاطوال وجورات نجم الساحلي ظاهرين حابين يماركيو بونتو التعادل خاطر يخلقوا في برشا فرص. زاد فرصه اخرى يمكن دقيقه 67 بعد كومبينيزون كبيره ياسر بين الشيخاوي وذولي العواضي، من بعد تمشي كوره مساكني بعد مساكني كوره في العمق ياخذها الشيخاوي، من بعد الشيخاوي في عود يشوط يشوط الهواء ذي عليه بونتو ذي كان نجم يتمركى بعده بتجي برشا فرص ركنيات كور بالراس. شفنا
زاد الزمالك اليوم لعبت متوازنه من على التصحيح من برشا فرص، اما لعبت متوازنه ما كنتش مؤخره برشا، زاد ما كنتش مقدمه برشا، كانت عاتيه معناها قدر كبير ياسر اللي طوال تعرفها ايكيب تكنيك ايكيب عندها معناها سرعه كبيره ياسر، وقت اللي تفك كوره كانش تطلع لها برشا اللي طوال بعد ما تفك كوره تعمل كونفيرسيون كبير ياسر من الديفونس للاتاك، دونك كانت تلعب بذكاء اليوم الزمالك. صحيح منعت من فرص وبرشا اهداف، اما معناها ما نجموش نحيوا الاستحقاق اليوم تاع الزمالك. كورت ماتش تحفون على الاخر، اوباما كور ماتش تحفون كيف كيف، كهرب اليوم قلق برشا، يمكن من بارتي اليمين ما شفناش اليوم، نجاز طلع برشا عمل يمكن في الميتون الثاني عمل فانت بزوج جوارات وعمل سونتراج منعوه جوارات الاتوال الديفونس وعملوا ديجاجمون. دونك في المجمل معناها الزمالك تستحق الانتصار نتاعها، مبروك للزمالك، حظ اوفر للنجم الساحلي، ما خسر شيء، مازال بارتي روتور في الاخر لعب كونتر جمعيه كبيره اسمها الزمالك، الزمالك بقدره في الافريك. دونك الاتوال الحاجه المهمه في الاتوال في الماتش هذايا فما برشا عباد شوفوا انهم متغشين على الاتوال، الاتوال تخلق في الفرص اخي بحاجه في ايكيبتك في الجمعيه، كي ما تخلقش فرص الاتوال قاعده تخلق في الفرص، معناها حاجه تبشر بخير، معناها في الرطول الاتوال في بلادها تكور قدام جمهورها في ارضها مستنسه بالملعب بتاعها، دونك نجم الاتوال تمركي اي لحظه. حاجه سامحوني يمكن الاتوال مش باش تلعب في الملعب بتاعها بما انه الملعب بتاعها فيه اشغال من عرش حتى تو وين باش تلعب، اما الاتوال في تونس يمكن ما تساومش زاده، الاتوال تخلق في برشا فرص تنجم تمركي منهم في اي لحظه، وذاك المهم في جمعيه انها تخلق فرص. خساره العريبي ما يكورش خذا حمراء، دونك بالنسبه ليا تكلفت غاليه اليوم للنجم الساحلي، نعاود ونقول كيف كيف زاد حتى للزمالك فرجاني ساسي عنده التاثير نتاعو. دونك كيما شفتوا هذا هو التحليل نتاع اليوم، مبروك نعاودها للزمالك، حظ اوفر للنجم الساحلي، وان شاء الله في بارتي الروتور في تونس نشوفه بارتي كبيره والاجدر هو اللي يترشح. الفيديو حتى لتو وفات ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساش باش تعمل جيم وابوني، نشوفكم فيديو جاي، نقول لكم السلام.